التداول كان مارك انطوني اصلا مهندس عراق، يمكن بقالي اشتغلت في البورصه يمكن بقالي 10 سنين ولا حاجه من زمان، بس انا اصلا ما كنتش دارس. ابتديت برضه فورس يمكن من 5 سنين بس برضه دون دراسه، والدوره كانت كويسه وزودت معلومات. يمكن معلومه المطرقه دي اول مره اسمع عنها في الشموع اليابانيه، يعني دي حاجه جديده. طبعا بشكر الاستاذ ايهاب، معلومات يعني يمكن اغلب المعلومات عارفها بس انا كسبت مثلا 3 أو 4 معلومات زياده ولا حاجه. بشكركم جدا واتمنى نشوفكم على خير.